اقتباسات. ضيف هذه الحلقة صدام حسين. الرئيس الراحل صدام حسين هو صدام حسين عبد المجيد التكريتي، ولد في بلدة العوجة التابعة لمحافظة صلاح الدين في 28 من أبريل 1937. تولى الرئيس الراحل صدام حسين الحكم في العراق بعد أن كان نائبا للرئيس عام 79-900 بعد استقالة أحمد البكر الذي كان مسنا ومريضا، ليبدأ العراق عهدا جديدا بالكامل، حيث كان حكمه بيد من حديد. وقد عرف عنه مواقفه العربية وخاصة فيما يخص فلسطين. وفي عهده خاض العراق حرب الخليج ضد إيران لمدة 8 سنوات ليحافظ على السيادة في شط العرب، ثم قام بغزو الكويت عام 91-900 لتكوين بداية النهاية لحكم صدام حسين. ففي نهاية المطاف قامت أمريكا بغزو العراق عام 2003، إذ تم القبض على الرئيس الراحل وإعدامه صبيحة عيد الفطر في 30 ديسمبر عام 2006. كل إنسان يرى نفسه عالما بكل شيء هو إنسان جاهل، وكل إنسان يريد أن يتعلم بشكل دائم هو الإنسان المعول عليه. نعمل بالممكن ولا ننسى الطموح. لا تستعن بظالم على ظالم حتى لا تكون فريسة للاثنين. لسان الناس كتاب على الأرض، فلا تهمل قراءته ولا تصدق كل ما تقرأه فيه. لا تضع سلمك على الحائط الخاطئ حتى لا يكون على حساب كرامتك أو أهلك أو دينك. عرق التدريب يقلل من دماء المعركة. الفرق بين الحكيم والجاهل أن الأول يناقش في الرأي والثاني يجادل في الحقائق. إن لم تكن رفيقا فتصنع الرفق حتى يستقر في قلبك وكيانك، واعلم أن من يحرم الرفق يحرم الخير. فإذا حرمت خيرا ما فتذكر أنه ربما يكون بسبب فظاظتك يوما ما مع خلق الله. الحكمة الحقيقية ليست في رؤية ما هو أمام عينيك فحسب، بل التكهن ماذا سيحدث في المستقبل. في أحيان كثيرة عليك أن تتوقع ما ليس متوقعا. لا تجرح روح صديق بنصيحة ولا تحرمه منها ليعرف خطأه. لا تستهن بالسلبيات البسيطة، فأساس كل حريق شرارة صغيرة. احذر من نفسك قبل عدوك، وانتبه إلى صديقك قبل خصمك. أسرع وعجل في الخير، وتريث وتأنى فيما يلحق ضررا بالآخرين، ولا تتردد في إنفاذ الحق إلى ميدانه. القائد هو ذلك الرجل الذي يتحمل المسؤولية، فهو لا يقول غلب رجالي وإنما يقول غلبت أنا، فهذا هو الرجل حقا. باتباع الخطط غير المباشرة مع عدوك فإنك تقطع رقبته دون أن تستعمل السكين. عامل من أنت مسؤول عنهم كما تحب أن يعاملك
من هو مسؤول عنك.